لا أعرف الأسلحة التي ستستخدم في الحرب العالمية الثالثة، ولكن الحرب العالمية الرابعة ستكون بالعصي والحجارة. في ذكرى قصف هيروشيما، ذكرت السفارة الصينية بالولايات المتحدة هذه المقولة المنسوبة لأينشتاين. لكن لنعرف مدى احتمالية الوصول لمثل هذا السيناريو، هناك نوع من الأسلحة النووية علينا التعرف عليه، إنها الأسلحة النووية التكتيكية. من يشاهدون كرة القدم يعرفون معنى كلمة تكتيكية، حيث الاعتماد على المهارة والوصول إلى أهداف دقيقة بخطة مدروسة تعتمد على لاعب أو أكثر، وتختلف عن الخطط أو الأسلحة الاستراتيجية، حيث يكون الهجوم شاملاً وسلاح واحد قد يكفي لتحقيق ردع كامل وسحق وتدمير مدن، وتأثيره يفوق بأضعاف تأثير التكتيكي. لكن الأسلحة النووية التكتيكية تختلف عن الاستراتيجية في أكثر من ذلك، بداية من صغر حجمها ودقة الأهداف التي قد تصيبها، فتستطيع اختراق أي تحصينات دون التسبب في مخاطر إشعاعية واسعة. ثم هناك تأثير التفجير الناتج عنها. لنفهم هذا التأثير، يجب أن نعرف أن كمية الطاقة الناتج عن انفجار مرفأ بيروت قدرت بحوالي كيلو طن واحد. يقدر بعض الخبراء كمية الطاقة الناتج عن الأسلحة التكتيكية بما بين كيلو طن واحد أو أقل إلى 50 كيلو طن، في حين يصل تأثير الأسلحة النووية الاستراتيجية لأكثر من 500 كيلو طن. وحتى طريقة الاستخدام، فالتكتيكي عادة يستخدم لضرب أهداف محدودة وسريعة للعدو لإنهاء معركة ما، ويطلق من السفن والطائرات عبر صواريخ معينة من مسافات قصيرة نسبياً مقارنة بالاستراتيجي الذي يعبر القارات. رغم ذلك، علينا أن نقلق من الأسلحة التكتيكية، فقد ينتج عن استخدامها تصعيد يترتب عليه استخدام الأسلحة النووية الاستراتيجية. هناك أمر آخر، تعرفون القنبلتين النوويتين اللتين ألقيتا في اليابان، هيروشيما وناغازاكي؟ الطاقة الناتجة عن قنبلة هيروشيما كانت 15 كيلو طنا، وقنبلة ناغازاكي كانت 21 كيلو طنا، أي أنهما قد تعتبران وفق تقديرات أسلحة تكتيكية. ورغم ذلك تسببتا في وفاة أكثر من 200,000 ياباني. في النهاية هي أسلحة فتاكة، كانت ذروة تخزين الأسلحة النووية التكتيكية خلال الحرب الباردة، لكن مع نهايتها عام 1991 يعتقد أن الولايات المتحدة تخلصت من معظم مخزونها، ولم يتبقى لها سوى 230 سلاحاً تقريباً، كثير منها يتمثل في قنبلة من طراز B61 التي تنتشر في أوروبا. تمتلك كذلك كل من باكستان والصين والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية عدة أنواع من الأسلحة النووية التكتيكية، فيما تمتلك روسيا التي لوحت بالسلاح النووي خلال الحرب الأوكرانية ما بين 1,000 و2,000 سلاح نووي تكتيكي. في النهاية يقول وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتس، لا يوجد شيء اسمه سلاح نووي تكتيكي، فاستخدام أي سلاح نووي في أي وقت سيمثل تغيراً استراتيجياً. فهل تعتبرون هذا النوع من الأسلحة النووية محدود القدرات فعلاً؟ اكتبوا لنا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.